بالنسبة للمهام الخاصة في وزارة الداخلية رديف قواتنا الباسلة في معركتها على الإرهاب، حيث تقوم بعمليات نوعية تدك أوكار الإرهابيين وأدوات إجرامهم. كاميرا الأخبار رافقتها في عملياتها في بساتين برزة. بعد أن أقنعت واشنطن والعواصم الغربية بعض السوريين بأنهم أصدقاء لهم فحملوا السلاح ضد دولتهم وأهلهم، كان لابد من أن تكون قوى الأمن الداخلي على أهبة الاستعداد لمواجهة أي خطر يتهدد أمن سوريا واستقرارها. وكانت كتيبة المهام الخاصة في وزارة الداخلية حاضرة لتلبية هذه المهمة وفي أي مكان على التراب السوري. حاليا نحن بمهمة بمساتين برزة، هي احد العبوات الناسفة اللي كان زارع الارهابيين، وتم تفكيكها من قبل عناصرنا وابطال مفعولة. وهذا الصاعق صار على جناب، وهي العبوة سطل، يعني في حوالي اكثر من 15 كيلو من المتفجرات. طبعا هلا راح نشاهد عدد كبير من الحفر الفردية وخندق تم التعامل مع المسلحين وقتلهم بهذه المنطقة. وهون بهذه المنطقة كان في شبكة انفاق تم ردمها اولا بتفجيرها وبعدها ببلدوزرات وتركسات، تم ردمها وقتل من فيها. حاليا نحن وصلنا لمنطقة متقدمة ببرزة، ان شاء الله فترة وجيزة رح تعلن برزة منطقة امنة بالكامل. نحن والقوات المسلحة جنبا الى جنب لن نتراجع حتى النصر. حالة الأمن التي سادت الوطن أرخت بظلالها على أداء الشرطة خلال العقود الفائتة، لكن المستجدات الخطيرة بدخول العدو إلى الداخل دفعت بهؤلاء الرجال أن يصبحوا في اشتباك مباشر مع جبهة النصرة الإرهابية هنا في بساتين برزة. يلا أبطال. نحن الآن متواجدون في بساتين برزة لمتابعة فلول الإرهابيين ودك معاقلهم جنب الانجم بجانب أخوتنا القوات المسلحة لتطهير الأراضي السورية وأرض الوطن من كل إرهابي. كتفا إلى كتف مع بواسل الجيش العربي السوري يتقدم هؤلاء الأشاوس ويدكون أوكار الإرهابيين الذين يتفاخرون بصداقتهم لأعداء السوريين والعرب ويطاردونهم أينما وجدوا لإيمانهم أن الجسد السوري يجب أن يكون قويا لمواجهة التحديات القادمة. بوركت السواعد الطاهرة، بوركت العيون الساهرة التي تخوض معركة نكون أو لا نكون، وتسطر ملحمة كنا وسنكون. جعفر أحمد، أخبار التلفزيون، بساتين برزة.